كتله بهذا المكان هنا ضرب ابو تشيلو كتلة هنا في هذا البيت ولد علي الذي ترعرع وكبر بعمر 17 عاما بعد ان حني ظهر والده وهو يشقى يوما بعد اخر لسد حاجيات ابنائه الا ان اصغرهم عمرا قرر ان يرد الجميل لوالده ذو الخمسين عاما برصاصه اخترقت جسده الذي فني من اجل ابنه الصغير علي. وهي <applause> جريمه هي صايره اكو جرائم واحنا شايفين بالتلفزيون وشايفين هذا ومرة على هيك وكل واحد شايفه بس هيك بشاعة ما شايف يعني واحد يقتل ابوه او يضمه وتعالوا عم يدوروا ويانا ونسابتنا وندق بالوادي ونخابر للقاسم بشمال احنا بطويريج نبعد عن القاسم 100 كيلو فوق ال 100 كيلو نخابر للنجف لبن عم البراكيه نخابر الدنيا خبرناها وضامه فمن مشينا شايلين شامرين ذابين هنا حرص الاب على ابنه بحثه على دراسته وجعل مستقبلا يليق به امام الاخرين لتكون جريمه يندى لها جبين الانسانيه حيث اقدم على قتل ابيه والبكاء عليه والبحث عليه مع الاهل والاقرباء كونه مفقود غير حاضر لا يعلمون ان والده مقتول حيث يقفون ويبحثون الا ان جثته خفيت بفعل احد ابنائه هو قتله كتله بهذا المكان هنا ضرب ابو تشيلو وكتله ويرجع هناك يكسر الجام على راسه وبعدين يحضن الجنازه مال ابوه ويصيح من قتل ابوي وتجي هنا المكافحه لجرام يجون يتمون ويركضوا ويانا يقول ما, ما آه اريد دم ابوي يروح ما اريد دم ابوي يروح هدر انا لكم تطلعون دم ابوي اريد اعرف من فجار ابوي ويجي هنا بهذا المكان يقوم يصيح ويدق على راسه ويضرب راسه بالجامه ويخلي دمه يصير ونقول له تحضن ابوك خاف دم ابوك يروح نعرف من فجارنا نعرف من كتاننا يقول لا يحضن بابوه يحضن بابوه ودمه يسير ودمه على دم ابوه ويحضن ابوه وضارب ابوه شيله هو وكاتله بهذا المكان كاتله مديرية الجرائم كانت لها نظرة أخرى لمسرح الجريمة، حيث جرت التحقيقات إلى إلقاء القبض على أحد الأبناء بعد إعترافه بقتل أبيه لينتقم من خوف واهتمام أبيه على مستقبله الذي انتهى بفعلته هذه لتسجل كربلاء جريمة بشعة كان للقاتل عنوانها وجرائم كربلاء الخاتمة لهذه الكارثة الإنسانية قبل يومان حضر المدعين بالحق الشخصي بفقدان ابيهم تولد 69 خرج من الدار ولم يعد يعني. لأهمية القضية وتوجيهات السيد معالي وزير الداخلية والسيد الوكيل ومتابعة السيد القائد انتقلنا صباح اليوم التالي مبكرا إلى داره وأثناء تفتيش منطقتها اللي هسه احنا متواجدين بها والاطلاع على مسرح الجريمة وجدنا المجنى عليه عبد العيدان ملقى على الارض بين هاي قطع النخيل اللي جاي يشوفها امامك استاذ جاسم مفارق الحياه نتيجه اطلاق ناري رد جميل ولكن بطريقة لا تمت للإنسانية بصلة عائلة فقدت أباها وابنها بوقت واحد بين قاتل ومقتول من كربلاء جاسم الهميم التغيير